قصة إرادة علي بن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل، الحديث في الصحيحين، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني عمرو بن هشام استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بعدما ذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها وقالت إن عليا يريد أن ينكح ابنة أبي جهل وإن قريشا تقول إنك لا تغضب لبناتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك قال إن بني عمرو بن هشام استأذنون أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فترك علي القضية برمتها. نعم. فطبعا يعني المسألة أن هذا يؤذي النبي ما كان على بال علي رضي الله عنه، ولو جرى على باله أبدا ما أقدم عليه الخطوة كما هو معلوم. نعم، تسمح لي شيخنا نقف عند هذا الحديث لأن فيه وقفة، لأن الآن كل أب يعني ابنته متزوجة برجل، وإذا أراد الرجل هذا أن يتزوج بامرأة أخرى يقول نص ما قاله النبي. فيعني الإشكالية هنا كيف تزال؟ بس هي طبعا هي أنا توقعت لدقيقة توقعت منك أن تصطاد هذا المعنى. نعم. طبعا هو هذا الكلام لا يجري إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده. نعم. فقط لا غير. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما كان بكل أسف احتج بهذا الحديث بعض متفقهة هذا الزمان على واستدلوا به على حرمة أو على منع أن يتزوج الرجل على امرأته إذا كان هذا يؤذيها أو إذا كان هذا يغضبها، وذلك اشترطوا أن يعلم الرجل امرأته الأولى إذا أراد أن يتزوج عليها بامرأة ثانية. وطبعا هذا كله كلام فارغ من المعنى غير صحيح، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث حتى يبين أنه لم يعترض على أن يتزوج علي بأخرى. يعني لو افترضنا أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة عمر أو ابنة أي صحابي، ما اعترض النبي أبدا قط. ولذلك قال في هذا الحديث أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكني أخشى أن يفتن ابنتي. وقال علة أخرى في هذا الحديث قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما منع هذا لسببين. نعم. منع أن يتزوج علي ابنة أبي جهل على وجه الخصوص لسببين. السبب الأول بنت عدو الله. قال أنها بنت عدو الله. خلاص. السبب الثاني قال أخشى أن يفتنوا ابنتي. لأن بنت أبي جهل هتكون مسلمة قطعا، مش هتكون كافرة، لأن ولا تمسك بعصم الكوافر معروف، لكن أقربائها أرحمها الكلام ده ممكن يكونوا كفر، فده حيؤذي فاطمة. وفاطمة بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالقضية ما لهاش أي علاقة بمسألة التعدد بمنع أن يتزوج الرجل على مرأتي ويقول إنك تؤذي ابنتي. أي أب أو أي ولي من أولياء الأمور يقول إنك تؤذي ابنتي بهذا؟ لا أنت رسول الله ليس لك حرمته ولا ابنتك في كمال فاطمة أو يعني. فعشان كده نبهت على الزيادتين دول، زيادة أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام أنا ما أنهى عن شيء أباحه الله في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فمثلا تو ما علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه.